بس كده. ده عندي بوتاكسس ذكرت لك انا شخصيات يعني مصريه ما شاء الله الواحد يعني يعتز بيها جميعا. طبعا السيد زوزان مبارك كانت مهتمه من قبل ما بدات مشروع، كان مشروع من جامعه اسكندريه الله يرحمه الدكتور مصطفى العبادي كان داعي اليه، ثم بعد كده تحول مشروع قومي سنه 88، ثم 89 عملوا مسابقه مع اليونسكو، ثم بعدين عمل مؤتمر أسوان في سنة 90 اشترك فيه ميتران وملكة صوفيا وشخصيات تانية. فكان سوزان مبارك مع المشروع ده من أوله لآخره. مظبوط. فطبعا شالت الميلاد. فهي شالت الميلاد كله وشالت الافتتاح، وبعد الافتتاح بقى طبعا فضلت معنا في فترة النمو السريع جدا، تأسيس والنمو السريع. فالعلاقه مختلفه عن واحد بيجي بيلاقي مؤسسه كامله يعني وبتمشي ازاي وبتاع. فالتواصل مع الرؤساء المختلفين مختلفه. هي رئيس عبد الفتاح السيسي مساند للمكتبه تماما، وبالعكس دفع المكتبه جدا جدا انها تتوسع في تواجدها عبر اماكن مصر، ما تقعدش في اسكندريه فقط. فاحنا عندنا برامج ضخمه جدا، يعني عندنا دلوقتي برنامج مثلا زي برنامج اسمه سفارات المعرفه. سفاره المعرفه دي مبنيه على فكره ان زي ما بنقول سفاره مصر مثلا في باريس ارض مصريه. مظبوط. فاحنا بنعمل سفاره مكتبه اسكندريه في جامعه بنها، في جامعه كفر الشيخ، اوضه موجوده في المكان هناك مكتوب عليها مكتبه اسكندريه، في موظف مكتبه اسكندريه فيها، والشباب اللي هناك لما يخشوا جوه الاوضه دي كانهم موجودين في القاعه اللي احنا فيها، كانها قاعه من القاعات هنا. كانه قاعد على كمبيوتر هنا في عندنا هنا. مزبوط. وحتى يقدر لما نعمل ندوات وبتاع يقدر يتابع المحاضرات ويقدر يشترك بالفيديو كونفرنسنج يعني. فبنينا ده في كل مصر من أسوان إلى مرسى مطروح ومن الوادي الجديد إلى العريش يعني. وبعدين بالإضافة لكده يعني ده أحد الرئيس السيسي الحقيقة بيدفع إنه ما نبقاش فقط في القاهرة واسكندرية، يعني عندنا مكاتب في القاهرة وعندنا اسكندرية طبعا هو الأساس بتاعنا. فده دفعة خاصة من السيد الرئيس. السيد الرئيس له أيضا دفعة أخرى كبيرة جدا، رئيس عدلي منصور ورئيس السيسي الاثنين كانوا مهتمين جدا بقضية محاربة التيار المتطرف اللي بيؤدي إلى العنف والإرهاب. صحيح. لأن في النهاية يعني في مجابهة عسكرية، في مجابهة أمنية، ولكن يجب أن يكون في مجابهة فكرية. مظبوط. فمكتبة اسكندرية بتقود حملة كبيرة بهذا المعنى، ولنا صلات كبيرة جدا مع 30 مركز تنويري في العالم العربي كله، وعندنا اتفاقيات نتعاون معهم في إقامة ندوات وإلى آخره. ولكن أكثر من هذا ممكن نقول إن يعني بندعم أيضا مثلا في العراق بعد ما داعش حرقت كتب وإلى آخره، إن احنا بنساعد المكتبات هناك إنها تستعيد الكتب. رئيس أيضا رئيس السيسي بيشجعنا جدا على التوسع في شبكات التواصل الافريقيه. مكتبه اسكندريه لها دور قيادي في المكتبات الافريقيه. يعني اذا كان عندنا دور على المستوى الساحه العالميه كده يبقى من الطبيعي طبعا ان احنا مؤسسه زي دي على القاره على ارض القاره الافريقيه يبقى لها دور ريادي مع كل المكتبات الافريقيه. انا بكلم وبعدين يعني احنا الحمد لله بنجيد اللغات الاساسيه اللي هي العربيه والانجليزيه والفرنسيه من مكتبه اسكندريه، بحيث الدول الفرنكوفونيه مشتركين معاها، والدول الانجلوفونيه مشتركين معاها، والدول العربيه طبعا مشتركين معاها، ده شيء طبيعي يعني. فاحنا عندنا نشاطات كثيره، والسيد الرئيس الحقيقه بيدعمنا جدا في هذا التيار. ده ما كانش باين قوي في فتره التاسيس ايام عصر الرئيس مبارك وسوزان مبارك، لا يعني كان لسه في البدايه. دلوقتي لا، احنا بقى الشبكات الدوليه وصلنا للشبكات الدوليه ده زاد جدا، خصوصا في الحاجات الافريقيه والحاجات العربيه، وفي مجابهه
خطاب متعسر و و و و طب الكراهيه الكراهيه والتكفير وكل الكلام بتاع الضلع الثالث من اضلاع المثلث. ده المرحله الثالثه. اول مرحله طبعا. المرحله الثالثه بقى بعد ما قومنا المكتبه وتم اعتراف بيها دولي في كل حته ومستوى الشغل بتاعنا، يعني لو عدد المشروعات اللي عندنا اكلمك على موسوعه الحياه، اكلمك على السوبر كورس. السوبر كورس عندي 230 الف محاضره باوربوينت من ناس من النوبل لوريتس للشباب الصغيرين، كلها متاحه ببلاش بيستعملوها اساتذه العالم كله. فكل البرامج دي موجوده. ده حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا عدينا فتره الاضطرابات السياسيه بمسانده الشباب في الشعب من ناحيه، وبقبول وتفهم القيادات المختلفه، كان فترات انما عدناها. والان بقى المرحله الثالثه، لازم ان المدير المؤسس يقدر ينسحب من الصوره دون ان تنهار المؤسسه. هكذا تبنى المؤسسات.